بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 46 في أساليب القرآن وفنون البليغة، في الأسلوب 55 الذي يتكلم على أحكام بعض الألفاظ المشهورة في القرآن. تكلمنا على لفظ فعل وكان، واليوم نتكلم على لفظ جعل، وفرق بين جعل وخلق. يقول لك جعل وساعات يقول لك خلق، إيه الفرق بينهما؟ لفظ جعل، ومن ذلك جعل، وهي أحد الأفعال المشتركة التي هي أمهات أحداث، يعني تدل على إحداث فعل، وهي فعل وعمل وجعل وطفق وأنشأ وأقبل، أعمها فعل، زي ما اتكلمنا عليه امبارح. اتكلمنا احنا على ايه فعل؟ يقع على القول والهم وغيرها، يعني فعل يقع على ايه؟ على اعمال الجوارح وعلى اعمال القلوب، في لفظ عام يشمل كل حاجة. وغيرهما زي ويفعلون ما يؤمرون. إلا بعدها على طول بعد فعل تيجي ايه؟ تيجي دونه عمل، لأنه هي بقى فيها خلاف بقى في النسخ. المخطوطة أي هنا فيها ايه؟ لا ينتظم، ودونه عمل، عمل لا ينتظم النية والهم والعزم، وفي النسخة مكتوبة عندي لأنه يعم النية والهمة والعزم، وأنا رأيي أن كلمة لا ينتظم أشهر وأفضل، وهي اللي في المنصور، لأن احنا ما بنقولش على ايه النية والهم والعزم عمل، يبتبقى لسه، لأن العمل شيء خارجي يظهر في الخارج، والنية والهم والعزم ده في الداخل، فيدخل ايه؟ في فعلة، فعل القلب، فهمت؟ لكن العمل تملي عمل جوارح، وبالتالي لا ينتظم النية والهم والعزم والقول. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي من صلاة وصدقة وجهاد، وفيها كلها حركات الجوارح. واحنا حتى في اللغه بتاعتنا المصريه العاديه اللي بنستعملها العام دول، ده كلام بس ما بيعملش حاجه، يعني نخرج الكلام عن العمل نقول ده كلام بس بيقول كلام بالقول لكن ما بيعملش حاجه، مش كده برضو؟ يبقى فرق بين القول، فالقول ما بيخشش في العمل في الغالب في الاستعمال العام، واضح؟ ولجعل، نرجع لجعل بقى، ولجعل احوال، أحدها بمعنى سمى، كقوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، أي سموه كذبا، وقوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وفي القراءة الثانية الذين هم عند الرحمن إناثا، يعني سموهم، سموا الملائكة إناث على قول، ويشهد له قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. ولحد دلوقتي الثقافة العامة الأوروبية، وتشوف الأفلام أما يجيب لك ملك يجيب صورة امرأة، مش كده برضو؟ لحد دلوقتي
إلى يومنا هذا في وجدان السينمائيين والناس الروائيين لما يعمل لك حاجة وعايز يمثل لك ملك يجيبولك في صورة إيه؟ طيف على صورة امرأة. مش ده اللي بيحصل؟ يعني ما زال الكفر واقع. ما زال الكفر واقع وبيمثل والناس بتتفرج عليه للنار. مش كده برضو؟ وهذا خطأ. لا توصف الملائكة بالأنوثة ووصفها بالأنوثة كفر. ولا توصف بالذكورة ووصفها بالذكورة فسق. وخلاف الإجماع. فلا نقول عليهم ذكور ولا إناث. نعم نوعيهم إيه؟ خلق الله. خلق الله خلقهم إيه؟ من نور لطاعته وعبادته. معصومون ولا يتزوجون ولا يأكلون ولا يشربون. غذاهم الذكر والطاعة. كما أنت غذاءك الفول والطعمية والعيش والبتاع ده. هم يتغذى بالذكر والطاعة. فهمت بقى ازاي؟ يا الله. ويخلقون من ايه بقى؟ احنا مخلوقين من ايه؟ من طين. هم يخلقوا من نور. طب امال ازاي يتكاثروا لما في ذكوره ولا انوثه؟ بكثره الذكر، بذكر وطاعه بني ادم يتولد من ذكرنا ملائكه. كل ما تقرا قران تتولد من قراءتك دي ملائكه. شفت بقى؟ كل ما تقول سبحان الله يتولد منها ملك، الله اكبر يتولد ملك، وهكذا. فهم يتولدون من الطاعات. فهمت ازاي؟ وعشان كده يقول لك كل كلمه ليها حارس. مش الناس يقولوا كده؟ كل كلمه تطلع منك ليها حارس. كلام ايه؟ ثبت في وجدانيات المسلمين على مر العصور بناء على العقائد السليمه. فهمت؟ الثاني بمعنى المقاربة. يبقى ايه؟ جعلوا ساعات تأتي بمعنى سمى واحيانا تأتي بمعنى المقاربة، مثل كاد وطفق، لكنها تفيد ملابسة الفعل والشروع فيه. تقول جعل يقول وجعل يفعل كذا اذا شرع فيه. الثالث بمعنى الخلق والاختراع، فتعد لواحد. لو جت جعل بمعنى الخلق يتتعدى المفعول واحد. فهمت بقى ازاي؟ كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، اي خلقها. فان قيل ما الفرق بين الجعل والخلق؟ قيل ان الخلق فيه معنى التقدير، وفي الجعل معنى التصيير. اما تقول خلق يعني من عدم، جعل يعني حول الشيء المخلوق لصوره اخرى. فهمت بقى؟ يبقى الخلق تملي، يبقى من العدم. خلق السماوات والأرض، وبعدين لك وجعل الظلمات والنور، لأن الظلمات والنور جعلت من الأفلاك المخلوقة في السماوات والأرض. شفت بقى؟ يبقى الأول الخلق يعني من عدم، والجعل من اللي موجود يطلع منه حاجة تانية. فهمت بقى إزاي؟ يبقى أدي الفرق الدقيق. طب وإذا كانت جعل أحيانا تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى إيه؟ تصير المخلوق إلى صورة أخرى. إزاي أميز بينهم؟ إن هنا بمعنى خلق وهنا، لو لقيتها متعدية المفعولين تبقى بمعنى التصير، لو متعدية المفعول واحد تبقى بمعنى خلق. حاجات مهمة جدا على فكرة الحاجات دي، تاخد بالك. إذا كنت ناوي تفهم قرآن، واخد بالك إزاي؟ ناوي تفهم قرآن؟ إن شاء الله. ناويين؟ ناويين. يلا على بركة الله. توكلنا على الله. اربطوا الأحزمة، حننطلق إلى الفهم. يلا. فإن قيل ما الفرق بين الجعل والخلق؟ قيل إن الخلق فيه معنى التقدير، وفي الجعل معنى التصيير، كإنشاء شيء من شيء، أو تصيير شيء شيئا، أو نقله من مكان، ويتعدى لمفعول واحد لو كان بمعنى الخلق. لأن تملي الخلق لا يتعلق إلا بالمخلوق، خلاص انتهينا. فيتعدى المخلوق واحد. فهمت ازاي؟ لمفعول واحد. خلق الإنسان، خلاص مفعول واحد. فهمت بقى ازاي؟ لكن جعل بقى إيه؟ ممكن إيه؟ تتعدى لأكثر من مفعول. لأنه لا يتعلق إلا بواحد بالنسبة للخلق، وهو المخلوق. وأيضا فالخلق يكون عن عدم سابق، حيث لا يتقدم مادة ولا سبب محسوس، والجعل يتوقف على موجود مغاير للمجعول.
يكون منه المجعول أو عنه كالمادة والسبب، ولا يرد في القرآن العظيم لفظ جعل في الأكثر مرادا به الخلق. أكثر الأحوال تيجي جعل إيه مراد بها التصيير، وأحيانا تأتي بمعنى الخلق. إلا حيث يكون قبله ما يكون عنه أو منه أو شيئا فيه محسوسا عنه يكون ذلك المخلوق الثاني بخلاف خلق، فإن العبارة تقع كثيرا به عما لم يتقدم وجوده وجود مغاير يكون عنه هذا الثاني. قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل، استعمل خلق وجعل في سطر واحد عشان إيه؟ تبين لك الفرق. يبقى خلق السماوات والأرض من عدم، وجعل الظلمات والنور من حركة الأفلاك اللي اتخلقت في السماوات والأرض. فهمت بقى؟ وإنما الظلمات والنور عن أجرام توجد بوجودها وتعدم بعدمها. وقال تعالى: وهو الذي مد الأرض، وهو الذي إيه؟ مد الأرض. يبقى الأرض اتخلقت إيه؟ وبعدين وجعل فيها رواسي. يبقى المجعول يكون في المخلوق، فهمت؟ لكن المخلوق يكون من عدم، واضح؟ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، وقال: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. والفلك تملي إيه؟ مخلوقة معمولة من حاجات موجودة، خامات موجودة أصلا مش من عدم، فهمت؟ وكذلك الأنعام، الأنعام إيه بتتوالد، لكن أولها مخلوقة واللي جاي بعد كده متولد. وقال سبحانه: وجعل منها زوجها. يبقى خلق الأول نفس واحدة، بقت موجودة النفس الواحدة، خلق منها زوجها. يبقى إيه؟ وعشان كده أحيانا يقول لك خلق منها زوجها، وأحيانا يقول لك جعل منها زوجها. يبقى على اعتبار ان جعل احيانا تاتي بمعنى الخلق، واحيانا تاتي بمعنى التصيير. فهمت؟ التصيير يعني ايه؟ يعني التحويل، صيرها الى صوره اخرى، حولها الى صوره اخرى. فهمت؟ وقال سبحانه وتعالى: وخلق منها زوجها، فهو يدل على انهما قد يستعملان استعمال المترادفين. قال: وجعل منها زوجها، وقال إيه؟ وخلق منها زوجها. الرابع تأتي بمعنى النقل من حال إلى حال، اللي هو التصيير يعني، فيتعدى إلى مفعولين في الحالة دي، إما حسا كقول تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا. الذي جعل لكم الأرض فراشا، الأرض مفعول أول وفراشا مفعول تاني، خلاص. والله جعل لكم الأرض بساطا فجعلهم جذاذا وجعلناهم أئمة. أئمة، أئمة وأهمة، وأئمة قراءات. وجعلناكم أكثر نفيرا. جعلناكم، كاف الخطاب دي مفعول أول، وبعدين أكثر مفعول تاني، يبقى تتعدد لمفعولين أهو. وأحيانا يبقى المفعول المفعولين عقليين مش حسيين. يعني إيه؟ يعني غير لأشياء غير محسوسة، أشياء معقولة غير محسوسة. وإما عقلا مثل: أجعل الآلهة إلها واحدة، جاعل الملائكة رسلا. والملائكة غير محسوسة لأنها كائنات لطيفة. ونحو قوله: أجعل هذا، اجعل هذا البلد آمنا، اجعل هذا البلد آمنا، اجعل هذا مفعول أول، البلد مفعول تاني. وقوله: وجعلنا الليل لباسا، لأنه يتعلق بشيئين: المنقول وهو الليل، والمنقول إليه وهو اللباس. وأبين منه قوله تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، محولينها يعني إلى صعيد جرز، كويس.
جرز يعني ايه؟ يعني غير نابت، لا نبات فيه ولا حياه. واخد بالك؟ والذي جعلكم الارض الجرز، ايه في سوره السجده. اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به، الارض الجرز غير النابته يعني. يبقى الجرز الارض التي لا اثر للحياه فيها. فاهم؟ وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال برضو ايه؟ جعلنا عاليها سافلها وجعلنا نومكم سباتا. وكذلك والمعاش في قوله وجعلنا النهار معاشا. اسم زمان لكون الثاني هو الاول، ويجوز ان يكون مصدرا لمعنى المعيش. وجعلنا ابن مريم وامه ايه. وجعلنا ابن مريم وامه ايه بمجموع الاثنين مع بعض، لان الايه مش في مريم، الايه في انجاب مريم سيدنا عيسى بغير رجل. فهمت؟ بغير ان يقربها رجل. فهي الآية في المجموع مع بعض. فاهم؟ ومعناه صيرناه، لأن مريم إنما صارت مع ولدها عليه السلام لما خلق من جسدها لا من ابن، فصار عند ذلك آية للعالم. ومحال أنه يريد خلقناهما، لأن مريم لم تخلق في حين خلق ولدها، كانت موجودة قبله، بل كانت موجودة قبله. ومحال تعلق القدرة بجعل الموجود موجودا في حال بقائه، لأن ده يسموه تحصيل حاصل، لأن تحصيل حاصل من المحال. مش كده برضو؟ يعني ايه تحصيل حاصل؟ اما يبقى كوباية مية مليانة واقول لك املاها لي، تقول تسلم عينيك ما هي مليانة اهي، بقول لك املاها، تقول الراجل اتجنن ولا ايه؟ لأنه بيطلب المحال. أمل الأملة المليان ازاي؟ فهمت ازاي؟ وأفضي الفاضي ازاي؟ ما هو فاضي. فتحصيل الحاصل محال عقلا، اللي يطلبه يبقى مجنون. واخد بالك؟ فأما قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. يجي لك الزمخشرية والمعتزلة يقول لك جعلنا، يبقى القرآن مخلوق. انت ازاي يلعبوا فيها بقى؟ طب واحنا نرد عليهم نقول لهم ايه؟ تعال بقى نخش معاهم في سجال ايه علشان نبين المعنى. فاما قوله تعالى انا جعلناه قرانا عربيا فهو من هذا الباب على جهه الاتساع بس، اي صيرناه بلسان عربي. جعلناه معناه صيرناه، معبر عنه بالعربيه، لان هو كلام الله، كلام الله صالح ان يكون باي لغه. فهمت؟ لانه لا يتقيد بلغه ولا يتقيد بحرف. فهمت؟ فجعله صير هذا الكلام الغير مقيد بحرف ولا لغه ولا صوت، إيه؟ جعله وصيره مقروءا بالعربيه. فهمت بقى ازاي؟ ادي معناها يا زمخشري. واخد بالك؟ لان الزمخشري صلى وجلب الايه دي عشان يؤيد مذهب المعتزله في خلق الكلام، في خلق القران. فهمت؟ يبقى على جهة الاتساع أي صيرناه يقرأ بلسان عربي، لأن غير القرآن ما هو عبري وسرياني، زي مثلا التوراة كانت عبرانية والإنجيل كان سرياني. واخد بالك؟ وهكذا بقى في كتب تانية، يعني ما فيش إيه كتب باللغة العربية، صحف سيدنا إبراهيم وموسى كانت بلغة غير العربية، وهكذا بقى. ولأن معاني القرآن في الكتب السابقة، بدليل قوله وإنه لفي زبر الأولين. الله، القرآن عبر عنه في زبر الأولين بلغة غير العربية، فلما جاء على لسان نبينا صيره الله عربيا. فهمت بقى ازاي؟ لأنه كان في منه من زبر الأولين، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن مثلا المفصل والحاجات دي فيها من الزبور، وإن الطوال فيها من التوراة، يعني كأن في دي فيها، لكن بلغة غير اللغة، يعني فيها المقاصد التي ذكرت في هذا. فهمت بقى؟ لكن ليس بنفس الألفاظ. وإنه لفي زبر الأولين، إن هذا لفي الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى ما كانتش بالعربي،
جالك بقى يا سيدي ايه؟ احتج من اجاز القراءة بالفارسية، احتجوا بعض القراء، قال لك طب اذا ما دام القرآن موجود في زبر الاولين بلغة غير العربية يبقى يجوز ان انا ايه اقرأ القرآن باي لغة غير العربية واتعبد به بلغة غير العربية. طبعا الكلام ده ايه مناقض لايه لما عليه الاجماع. قال اللي احتج يعني بإجازة القراءة بالفارسية، قال لأنه ليس في زبر الأولين من القرآن إلا المعنى، والفارسية تؤدي المعنى، وإذا عرف هذا فكأنه نقل المعنى من لفظ القرآن فسيراه عربيا. ولكن الكلام ده مش متفق عليه، لا يجوز قراءة القرآن في الصلاة إلا بالعربية، ما ينفعش أقرأ الفتحة مترجمة في الصلاة، ما ينفعش، حتى ولو أنا مش عربي أقرأها كده أو حتى لو مش فاهمها بس بالعربي. كويس. وأخطأ الزمخشري حيث جعله بالخلق وهو مردود صناعة ومعنى. أما الصناعة الرد على الزمخشري بقى اللي هو إيه رمز المعتزلة يعني اللي قالوا بخلق القرآن، فلأنه يتعدى لمفعولين، يعني جعل تملي تتعدى المفعولين، وجعلناه قرآنا عربية. كويس. ده فيها مفعولين، وجعل لما تيجي بمعنى المفعولين تبقى مش بمعنى الخلق، لو كان بمعنى الخلق تيجي المفعول واحد. أول رد من حيث الإعراب، من حيث النحو، عشان كده إيه قال إمتى تبقى جعل بمعنى خلق يا أستاذ يا زمخشري وأنت إمام في العربية؟ لما تتعدى المفعول واحد تبقى بمعنى خلق، لكن هنا متعدية المفعولين فإزاي تقول لي بمعنى خلق؟ فهمت بقى؟ أول رد عشان تكلمه إيه من جهة اللي هو يفهمها، لأنه راجل إيه خبير في اللغة العربية. وهو مردود صناعة يعني من حيث الصنعة العربية اللغة يعني، ومعنى أما الصناعة فلأنه يتعدى لمفعولين اللي هو إيه جعل، ولو كان جعل بمعنى الخلق لم يتعدى إلا إلى واحد. فهمت؟ وتعدية لمفعولين وإن احتمل هذا المعنى لكن بجواز إرادة التسمية أو التصيير على ما سبق، فلو جاب أو تعدى المفعولين يبقى جعل بمعنى صيره لا بمعنى خلقه. فهمت؟ وأما المعنى فلو كان بمعنى خلقنا التلاوة العربية فباطل، لأنه ليس الخلاف في حدوث ما يقوم بألسنتنا. الخلاف بيننا وبين المعتزلة مش القرآن اللي أنا بتلوه بلساني، ده مخلوق عند الكل لأنه من عملي. الخلاف عند المعتزلة بيننا وبين المعتزلة من جهة الله، نسبته إلى الله، فبنسبته إلى الله قديم، ونسبته للعبد حادث لأنه مكتسب، يقرأ ويكتبه ويطبعه ويشيله في الشنطة ويحطه، هذا كل ده مكتسبات. فهمت بقى ازاي؟ لأنه ليس الخلاف في حدوث ما يقوم بألسنتنا، وإنما الخلاف في أن كلام الله الذي هو أمره ونهيه وخبره، فعندنا أنه صفة من صفات ذاته القديمة أنه متكلم سبحانه وتعالى وهو قديم. يبقى القرآن له اعتباران، اعتبار أنه كلام الله يبقى قديم، وباعتبار أنه تلاوة الايه المسلم فده حادث. فهمت بقى؟ وقالت القدرية، القدرية اللي هم أنكروا إيه القدر، يعني سموهم القدرية لأنهم أنكروا القدر، يعني قال لك إن العبد يخلق أفعاله والله لا يعلم ما يفعله العبد قبل أن يفعله. دول مين؟ القدرية، وأول من قال بها معبد الجهني في البصرة. فهمت ازاي؟ وعمل له فرقة كبيرة في عصر الصحابة، معبد الجهني ده كان في عصر الصحابة، وفي البصرة طلعت في مخه قال ان لو لم نكن بنخلق افعالنا وربنا هو اللي بيخلق افعالنا، طب ليه عاقبنا من هو اللي خلقها؟ فهمت ازاي؟ مخه شغل مخه بطريقة كفر نفسه لانه ما عندوش قواعد، فعلشان يهرب من الحكاية دي ان ايه يبقى ربنا طالما احنا بنخلق افعالنا يبقى مسؤولين عن افعالنا يبقى عاقبنا. فهمت ازاي؟ لكن لو هو بيخلق افعالنا على جوارح طب يعاقبنا ليه؟ فعايز هو ينفي الظلم عن الله فيثبت مخلوق مع الله، خالق مع الله.
فجعلنا نخلق افعالنا. فشفت هرب من حاجه، وقع في ايه؟ في حفره كبيره، لانه مش عايز يقعد مع العلماء يعلموه ان الله سبحانه وتعالى يخلق الافعال اذا شئتها يا ابن ادم، والله يسالك لا على الفعل بل على مشيئتك الفعل، فاذا شئت الفعل حققه لك على جوارحك وخلقه على جوارحك، وسالك لا لكونه هو الذي خلق العمل لكن لكونك اخترت العمل. فهمت؟ وعشان كده انت مختار، قال المسألة لكن الله خلقكم وما تعملون. فهمت بقى المسألة؟ وقالت القدرية، ودول ماتوا ما بقاشوا موجودين الوقت، خلاص ماتوا انتهوا، غير لا وجود لهم حقان. فهمت ازاي؟ لكن لحد دلوقتي بعض الشبهات دي بيسألها بعض الشباب، ايه اللي هو ايه بيقعد يتفرج على حاجات تلخبطه في النت وما بيقعدش مع العلماء، يقوم لسه لحد دلوقتي يسأل هو الانسان مسير ولا مخير يا مولانا، لما مولانا زهق من السؤال ده. وقالت القدرية ان صفة فعل، ان صفة فعل اوجده بعد عدم وأحدثه لنفسه. اللي جعل يعني جعلناه، إن صفة فعل أوجده بعد عدمه وأحدثه لنفسه، فصار عند حدوثه متكلما بعد أن لم يكن. فظهر أن الآية على تأويله ليس فيها تضمن لعقيدته الباطلة. حتى القدرية عللوا الأمر ده بطريقة صحيحة برضو. فهمت ازاي؟ لأن هو بمعنى التصيير وليس بمعنى الخلق. واضح؟ لأن كلام الله غير مرتبط بلغة، فصيره عربيا على لسان هذا النبي. فهمت بقى ازاي؟ لكن الكلام قديم، التصيير هو الحادث. فهمت؟ وقال الآمدي في أبكار الأفكار، الجعل فيه بمعنى التسوية، كقول تعالى الذين جعلوا القرآن عضين أي يسمونه كذبا. التسوية ولا التسمية؟ التسوية. طيب، قال ويحتمل أن الجعل على بابه والمراد القرآن بمعنى القراءة دون مدلولها، فإن القرآن قد يطلق بمعنى القراءة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يتغنى في القرآن، يعني في القراءة أي بالقراءة. وقال بعضهم قاعدة العرب في الجعل أن يتعدى لواحد، وتارة يتعدى لاثنين، فإن تعدى لواحد لم يكن إلا بمعنى الخلق، وأما إذا تعدى لاثنين فيجي بمعنى الخلق، كقوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين وبمعنى التسمية، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا الذين جعلوا القرآن عضين، ويجيء بمعنى التصيير كقوله وجعلنا ابن مريم وأمه آية أي صيرناهما. خلاص، ونكمل بقية الموضوع غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.